بسم الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأكبر. نتناول الآية تالية، يقول ربي آية 190 أمره، مش على كيفك، قال عندي شهادة أكاديمية والفريضة السادسة ما تجيش على بال، لأنه ما يحبش يذكرها وما يحبش يدرسها لأنه مش من النوع اللي مشي يقاتل، بل هو من العصاة، من الواقعين في الجبن، من المخلفين مع النساء وأشباه النساء. ما أنا قال النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان تكون قبلتكم نساؤكم، فبطن الأرض خير لكم من ظهرها، يعني بظهرها ما يكون كان الظاهرين على أعداء الله، هؤلاء هم منصورون بفضل رب العالمين الناصر والسلام.